قال تعالى في شأن الولي، قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه أحب الناس إليه. انظروا إلى هذه الآية: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: وهم يرى بعضهم بعضا ولا يسأل حميم حميما، كل مشغول بنفسه. بل قال تعالى: يبصرونه، بل يتمنى أن يخلص نفسه من العذاب، نظير أن يهلك من كان أحب الناس إليه في دنياه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. سبحان الله، نجد أن كثيرا ممن عصى الله عز وجل إنما عصى الله عز وجل بسبب الأولاد أو بسبب الزوجة، فهو يبحث عما يرضيهم ويقدم رضاهم على الله عز وجل، فيكون يوم القيامة، يكون هؤلاء يوم القيامة من أقل الناس منزلة عنده. وإذا من يصور شخصا لا يصوره إلا لأنه يحبه، لأنها تدل على المحبة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: كل مصور في النار يجعل له في كل صورة صورها نفس تعذبه في النار.